الو، السلام عليكم. صباح لاباس عليكم. الو، نتمنى انكم تكونوا كاملين في صحه جيده. اليوم غادي ندير اطول فيديو كاين على القناه اليوتيوب. هضرت بالعربيه الدراري. غيكون تصوير كامل بدون مونتاج، بدون انترو، بدون حتى شي حاجه. لوتوروت من كازا بلاكا حتى للرباط. دونك الدراري اللي متفق معايا واللي عجبو غيعجبو هذا الفيديو هذا اللي غيتصوير كامل، وغتمتعو بهاد المناطق الخلابه اللي في لودوغوت. الصراحه انا كنت بغيت ندير ناسيونال. علاش؟ حيت الناسيونال فيها ما يتشاف، ما تعرفش بزاف. حتى لودوغوت حتى هي غادي نمشيو وغادي نديرو تصوير كامل حتى الرباط. الوغ الدراري خليكم معايا حتى فرجة ممتعة حتى الرباط. غادي نديرو ان شاء الله تصوير كامل حتى لمدينة الرباط على بركة الله. الدراري نتمنى انكم بعدا تكونوا كاملين في صحة جيدة. الله يكرمو فيديو جديد. بارطاجيت معكم الدراري للناس اللي يعني كيبغي دي فلوغ ديالي او بغي هاد الفلوغ بالخصوص، اللي غادي ندير بارطاج تصوير كامل بدون مونتاج، بدون تقطيع، بدون حتى شي حاجة، لأول مرة على القناة في يوتيوب. تصوير كامل حتى من كازا بلانكا حتى مدينة الرباط. خليكم معنا خوت. دابا غادي يمشيو الدراري عير 85 90 ماكسيموم في لوتوغوت. غادي يمشي وكنتحاور معاكم وكنهضر معاكم حتى نوصلوا ان شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. انا دابا الدراري يلا قلعنا من كازا، ما وصلناش حتى المحمدية. يلا قلعنا من كازا على بركة الله. يلا تونكازينا في لوتوغوت. صراحة جاتني فكرة على بلا ما جاتني زعما كون داير ليها بروغرام ولا شي حاجة على بلا، قلت علاش ما نشاركش مع الإخوة واحد فلوغ تصوير كامل. نشوفوا المناطق الخلابة والناس اللي معمرهم أصلا داروا هاد الخاجي هذا، نشوفوا الخاجي شنو فيه وشحال من حاجة. يعني سواء كمناطق أو سواء كطريق أو لا، كيبغي حبيبي يشوف بعيد داكشي اللي زعما في الخاجي شنو وقع. الأحداث مثلا اللي في الخاجي شنو وقع، أو لا يشوف الكواليتي ديال الكوطرون. عطى الله كل واحد غيدخل على هذا الفيديو هذا ولو عنده واحد اوبجيكتيف، غادي يشوف يعني شنو باغي يشوف، شنو الهدف ديالو من هذا الفيديو هذا. هادشي علاش لأول مرة صراحة غادي ندير فيديو على لاشين صو مونتاج. راكم عارفين الدراري ضروري كدير دوك المناطق، دوك اللقطات اللي غير مرغوب فيهم، او لا كيكون شي سوء تفاهم في الطريق، او لا بزاف الحوايج، او لا كتكون شي حاجه شي اكسيدون الله يستر، او لا كتحيد. اليوم ما غاديش نطفي الجو برو، شارجيتها مزيان، وغنبقى اكتيف المايك، وغنبقى حتى لمدينه الرباط، وتاكدوا بانها شاعله وهي شاعله على بركه الله الدراري. وصلنا دابا البلاصه سميتها الواد المالح. هنا قربنا للمحمديه، هنا الباص الغرب المحمديه. سيفتي زيرو سات، هذا شرق المحمديه. هنا كما تشاهدوا الدراري في لوتوغوت كاين ممنوع على الكيران، ممنوع على هنا عاوتاني 70 متر مسافه الامان الدراري. الكيران كاين بزاف كاميوات رموك في لوتوغوت بزاف. كاين الدراري محطات السلاحة وحدة من كازا والرباط هي اللي في بوزنيقة، وكاين بياج واحد محطة الأداء حتى هي كاينة بياج واحد ما بين كازا والرباط. يعني هاد لي موتيكنيك الناس ما اللي ما كيعرفوهمش نقولهم ليهم.
مثلا انا كيعجبني شي بحال مثلا ضباط صغار كيعجبني نمشي تماني صافي باش نبقى الموطور اون فورم بقوه مع راساتو و ميم طو غادي نبقى نتحدثو يا صراحة خصني شي سيبور هنا ديال القهوة غادي نبقى القهوة معاكم انا كيما تشوفو الدراري وسط المحمدية الوقوف والتوقف دوبلاج كاميون المحمدية بقى لنا يعني وسط ديالها بقى كيما تشوفو 7 ديال الكيلومترات الطريق غادي تضيق الدراري شحال واحد غادي في هذا الفيديو شحال واحد طبيعة الحال ما غادي يعجبوش المهم انا طحت ليا فكرة قلت علاش ما نديرهاش نتمنى الصوت الدراري يكون كيتسمع ما عرفتش علاش وقيلا الرموك هو اللي شو سيبا الرموك ما عرفتش واش دخل هذيك الفقر الروايد ولا لا كنترول الروايد بدي انا قطعت شويه ولكن انا مشوط اي 80 الدراري شدي من ديالي غادي مزيان داكشي اللي كاين بسليمان المطار ديال بسليمان اللي بغا يمشي ليه كيمشي عليه من كيما كتشوفو هنايا في البانو ها هو الحمادية الدراري وصلت عليها يعني لوطولو تقريبا الدراري ساعة المكانة تقريبا لوطولوش بعيداش بزاف لوطولوش كازا الرباط اللي زويت فيها إلا كنتي يعني خاصك تمشي بالزربة ما سينو تمشي ما عندك ما يدا بغيتي شريتي موطور جديد بغيتي تروديه أولا بغيتي مثلا تفوز مع راسك تبرك سير ناسيونال انا حسيت براسي عييت شويه الصباح قبل شي غرض كازا عييت شويه قلت الان نمشي في الطوروس احسن يعني كتبقى السيره جون وحده صافي كتمشي ما كتحبش كتحبس حتى في البياج مع احتراماتي لي بايك مع احتراماتي لي موتو بايك لي موتار مثل الاعلى هذوك سي لافريكا توين الدراري او علاش لا بطبيعه الحال من هنا لقدام تكون واحد شي ادفونتور الدراري هذا بطبيعه الحال حر خويا ما كاسك اسمح لي كاسك ما يمكنش ليا هنا تيكونوا الجندارم وابار الجندارم انا بطبيعتي كنهز الناس مي اذا كان عندي انا الكاسك مي قدر الله شي اكسيدون ولا شي حاجه تكون سيكوريزي 100% غادي يمكن ليا ندير شي حاجه سيلندري على مزيانة البيستون اللي دير الدور ديالو ديال الدور ديالو يبقى مزيان ما تفورسيش تخلق الموتور عاوتاني ما كاينلاش انا هكا تنفكر صراحة كل واحد وكيفاش كيفكر وكل واحد كيفاش كيتعامل عاوتاني مع الدراجة الا كانت عندك واحد سنتيمتر كيوب كبيرة علاش لا مينيموم دو كونسيكون بحال غادي تمشي 120 مئة وعشرين مئتين مئة
20 سرعه مزيانه في 750 سرعه زوينه عطيتها البركه عاوتاني لا شي حاجه في 400 ولا في 500 ولا في 600 مزيانه عاوتاني 160 هذا هو دان في فيخ الدراري على مدى السبيه في فيخ مازال فاكو علاش سماو السبيه مي ضروري اي سبيه عندها شي لعيبه كانت شحال هادي هذا اخر محظوره ديال المحمديه بيان سور الا بغيتي تدخل المحمديه خصك البياج بالاداء خصك تخلص كاينه 23 درهم الدراري الناس اللي ما كيعرفوش ما بين مركز الرباط كاينه 23 درهم وخلاص ديال البياج 23 درهم بالنسبه الموتور طوموبيل اللي غتصاق بالبي اما اللي فوق بالبي كاميو ريموت ما فوق 45 درهم صراحه بزاف جواز كلشي ديما كتشطرق انا في المسألة هذا غادي تسترقى مرخص حيت هو داكشي اللي خمسة دراهم الوقوف والتوقف بيان سيغ هنا راه ما يمكنش غادي توقف ولا تتوقف في طرف السيارة ما يمكنش تمشي توقف نص من السرعة ممكن ولكن باش توقف هنا هنا بالنسبة للطلب الجداد الدراري 50-50 صراحة ما عمري درت لابيل مي كيقولوا كيجيو ديباناج هي محطة استراحة 10 كيلومتر الدراري وصلوا ليها يعني ما غنوقفش انا انا غادي نمشي ديريكت ما كاينلاش حيت عندي 90 كيلومتر ما يمكنش ليا نوقف فيها صافي هذه المناطق الخلابة مناطق زوينة ما يكون شوية الجو يخطر منها غتكون أحسن في الربيع غادي تخضر الدنيا الحمد لله صبات هاد العام الحمد لله المهم ندخل العام اللي فات ما صباتش وكاين شي نوع تيقول ما صباتش بالشكل الكافي اللهم هكا ولا بلاش ما احلى الدورو تكون خاوه وغادي نفوه ويكون عندك شي تخايل ولا ادفونتور الدراري يا سلام هو ولا شحال هاز حاليا 174 كيلومتر في الاطار اللي خرج الصباح 174 كيلومتر اللي ضربت هي نورمالمون الى مشيتي وجيتي راه 90 في 90 راه هي 180 كيلومتر مي انا باقي عندي الطريق غنشوفو دابا في البانو شحال باقي في الطريق اللي هنا من المحمدية جو بونس كو من المحمدية انا كاين 20 ولا 30 بلازا اما الرباط طوطال كاين 90 مي معرفتش شحال دابا غالبا غادي يكون واحد 60 مازال بحال هكا تقريبا
ديالي النعاسه الدراري الله علاش ما نعسش البارح بكري في السهرات درت شي لعيبات و بكري وما اصلا ما نعس ما نعسش مزيان كان نعس كنفيق وتخربص شويه لدرجه صافي عييت بزاف مسكين فيه زاد ملي كيعيا تبع الطريق خصو ينعس وفين الناس انت رجع مشكلة هذا هو الفارو اللي غادي يقف شي ليلة شحال باقي تصديق 11 سخيرات الرباط بقى 40 اش بزاف 40 غنحط عيني تما انت هذا وسط طويل كنا جوج ديال دي جي اس ادفونتور حتى الجولدوين كاع اغيط اصاحبي اغيط نو لا تبقاوش تبدوني
الزرقاء بسليمان، هادو كاملين ضد الزرقاء بسليمان سواء البلاد ديالهم سواء وسط المدينة، والديور المغربية الهيئة 50 للتذكير. الدراري غندير واحد الحركة صراحة عييت في الجلسة، غندير واحد الحركة اللي غادي نريح بها شوية رجليا. هوب الله الله، أوووو متصبروش الدراري، واحد الراحة راحة خطيرة جدا. صافي دابا كارز عرفتي في الصالون ديال الله إلا كارز في الصالون مريم. يا سلام، انا ما تفكرش في الخيناج، علاش متصفي الطريق يعني غاد الله لا راح الله. هاكا بدلت شوية البوزيسيون، فتحوا لي رجليا، صبرني ضهري بزاف حتى البوزيسيون راتني، وصلنا البياج. كتوينا خاي ديال يا الطريق مالكم ماذا هنا؟ نرجعوا الحركة العجيبة ديالنا. يا سلام يا سلام، ما خصهاش البنيرين ديال اسهل.
كتب دراري كيف قلت لكم داري النعاس سكت خاصني نبدا نهضر معاكم صراحة باش ما نعش عييت بزاف. أول حاجة خاصني نوصل شنو خاصني ندير صراحة ما فيش الجوع هو كان مزيان هذاك الماكلة هي اللي ديري العسل وما كان فيه الجوع ما نعش درني راسي شي شوية الدراري عييت خاصني دو لي بار نشربها باش نوصل وخاصني القهوة ضروري حيت ما مكاينش ليا النعاس وعاوتاني نعس بالليل تخربق عليك النعاس ما بغيتش نعس انا برا ندير فيك القصابة شي شوية عاد نعس فيني تيزمو السخيرة زعيد عسيك الرضا مش بزاف الدراري كما تشوفوا حنا قربنا الصغيرات تبقى عليه من عين عتيك غابة عصابة عصابة داري صافي صافي بيت كندير عطي جاب الله مازال عاقل على الصوغات عيش بزاف لا فيك موطو الدراري شركة موضوعي شينواز الناس اللي كيبغيو كنفوتو البراج كنفوتو البراج كيبدا صافي كندخلو الرباط فوتو البراج صافي الرباط كنبداو
الدراري. هنا شفنا دابا الفراج ديال البوليس اوتوماتيكمون غادي ندخلو دابا لمدينة الرباط. ويلكم تو غابا. أول حاجة كنطلعو في الرباط من بعد الأوتوبوس وهي محطة جديدة ديال القيران. صحاو راسا صحاو راحة الناس محطة غنية عن التعريف اللي ديجا درت ليها 2019 واحد ليبيو فهمتي الله كتجهز دابا مات. كتبقى مركب مركب رياضي ولي عبد الله. وحنا دخلنا المدينة الطبيعية دابا جو بونسكو وقيلا يبان ليكم المحطة والفوق هذا في المحطة الرباط. دابا غادي ندوزو باش نشدو ندخلو عاوتاني طريق السيارة وحدة أخرى لمدينة سلا. طريق حتى هي جديدة اللي دارو هي هادي إلا بحال هادو الروت مي لا الدراري غابا سونتر فيل. بارطاجينا لكم من كازا بلانكا في لوتوروت. سنا على بزاف ديال الحوايج اوف. السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا تمتعتوا ونكون ما خديتش بزاف من وقتكم الدراري. اون جينيرال الناس كاع اللي كيبغيو هاد القناه هادي وكتعجبها الكونتوني ديالو. السلام عليكم. في نوفيل سفرية إن شاء الله ولا شي تراجي واحد آخر.